السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، متابعي تلفزيون حضرموت، عشاق الرياضة في كل مكان داخل حضرموت وخارجها، نبدأ معكم أولى حلقات البرنامج الرياضي الخاص كأس حضرموت الذي يأتي نتيجة ثمار تعاون بين تلفزيون حضرموت واللجنة الرئيسية لكأس حضرموت لكرة القدم والشركة الراعية للبطولة شركة العمق وإخوانه للصرافة. مشاهدينا الكرام، على مدار 3 أشهر وأكثر شباب حضرموت يتنافسون تحت رأية حضرموت على كأس حضرموت لكرة القدم برعاية ودعم من محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي. بطولة شبابية كروية تحمل أهدافا سامية وغايات نبيلة. كما عودكم تلفزيون حضرموت الرسمي أن يهتم بكل ما هو جديد وما هو جميل ومثير، وفي إطار تفاعل القناة واهتمامها ببطولة كأس حضرموت لكرة القدم، البطولة الأفضل والأشهر في المحافظة، وبالتنسيق مع الراعي الإعلامي للبطولة شركة العمق وإخوانه للصرافة واللجنة الرئيسية للبطولة، سنوافيكم الخميس من كل أسبوع ببرنامج كأس حضرموت تماشيا مع أحداث البطولة. بطولة النسخة 7 سنسلط الضوء على نتائج المباريات وأبرز الأحداث، سنصول ونجول في ذكريات النسخ الماضية، سنستضيف قيادات من لجان البطولة، محللين رياضيين، إداري أندية وإعلاميين، سنكون في المدرجات مع النغم والعشق الجماهيري. عدنا لكم من جديد مشاهدي الكرام. بطولة كأس حضرموت، بطولة البطولات، حضرموت أصالة الإنسان وعراقة المكان، ذرة الزمان، حضرموت العلم والتجارة والثقافة والرياضة، حضرموت الأمن والأمان والسلام. بطولة كأس حضرموت في كرة القدم بطولة البطولات الحضرمية. البطولة وضعت لحضرموت ورياضة حضرموت وشباب حضرموت. نبتة طيبة كان لفرعي الكرة في ساحل ووادي حضرموت اليد الطولة في غرسها، واحتضنتها السلطة المحلية بالمحافظة ورعتها بالدعم والاهتمام، وهي امتداد واستمرار للتواصل الثقافي والرياضي بين قرى ومدن وشباب محافظة حضرموت. رسالة البطولة التعريف بتاريخ رياضة حضرموت والحفاظ عليها، وأهدافها جمع الشباب الحضرمي في منافسة تحت رأية واحدة تجسيدا لوحدة حضرموت جغرافيا وإنسانيا، إبراز وصقل المواهب الكروية، تنمية قدرات الكوادر الرياضية في الإدارة والتدريب والتحكيم والإعلام، توطيد العلاقة بين أندية المحافظة وشبابها. البطولة حظيت باهتمام ورعاية خاصة من السلطة المحلية في المحافظة، تمويل نفقاتها، دعم الأندية، حضور فعالياتها، المتابعة الحثيثة. شركة العمق وإخوانه للصرافة بوابة شراكة القطاع التجاري في بطولة كأس حضرموت لكرة القدم، إضافة متميزة للبطولة، حضور فاعل ودعم ومساندة أضفت الكثير على البطولة. بطولة كأس حضرموت اليوم تصل إلى محطة هامة في نسختها 7. قبل ذلك شهدت البطولة منافسات وتشويق وإثارة وتوهج جماهيري كبير، كان ثمرة لهذه البطولة التي تحمل 6 نسخ، واليوم ها نحن على مشارف النسخة 7. اللجنة الرئيسية في البطولة هي اللجنة المعنية بالتنظيم وإدارة المنافسات. اللجنة تتكون من اتحادي الكرة في الساحل والوادي، إضافة إلى قيادة مكتبي الشباب والرياضة في المحافظة. البداية نتحدث عن الجانب الإداري في بطولة كأس حضرموت مثلما استعرضنا أهدافها ورسالتها السامية. ضيفنا في أولى حلقاتنا اليوم الأستاذ لطفي عوض الحداد، سكرتير اللجنة الرئيسية للبطولة. أستاذ لطفي، أهلا وسهلا بك، أول ضيف في أول حلقة لبطولة كأس حضرموت في برنامج
كأس حضرموت الذي يأتي بالشراكة بينكم وبين تلفزيون حضرموت والراعي الإعلامي. حياك الله أخي فهمي على هذه الاستضافة، الله يسلمك إن شاء الله. حياكم الله أستاذ لطفي. يعني وصلنا إلى الدور ما قبل النهائي، دور نصف النهائي، هناك التشويق والإثارة والقوة والتنافس في هذا الدور. قبل ذلك حدثنا عن ما أنجز وهو كثير في الدورين الستعش والثمانية والدور التمهيدي، ولم يتبقى سوى المربع والنهائي. بداية أتقدم بجزيل الشكر للطاقم التابع لقناة حضرموت على هذه الاستضافة من خلال برنامجهم في الاستديو. طبعا احنا متواجدين، كما اشكر مقدم البرنامج الاخ فهمي بحمدان على هذه الاستضافة ايضا في برنامجه كأس حضرموت، برنامجنا كلنا ان شاء الله باذن الله تعالى. حياكم الله. طبعا بالنسبة لكأس حضرموت هو في البداية كان فكرة وضعت تقريبا في 2009، وكانت بدايتها طبعا بداية بسيطة جدا، أربعة أندية لعبت بنظام خروج المغلوب، ولكن هذه الفكرة طبعا خمرت في أذهاننا بأن البطولة تتطور مع السنوات القادمة، وبالفعل الحمد لله نفذنا ما يقارب أو بل أصح 6 نسخ سابقة، وجميع النسخ كانت فيها إثارة متوهج. فيها متعة، فيها أمور طبعا ما كانت متوقعة، ولكن النسخة السابعة أنا أقول بعكس النسخ تماما، فهي كانت متنوعة في عدة جوانب. نعم. الجانب الفني فهو كان يفوق كل الخيالات بصراحة، أنا أقول تنافس، متعة، إثارة داخل الملعب، أيضا الجماهير كانت هي حلاوة البطولة يعني. نعم. أيضا وجود الشريك الإعلامي شركة العمقي كان برضو أضاف حاجة جديدة للبطولة طبعا. نعم. طبعا نحن نفذنا البطولة في موعدها المحدد في 21 أكتوبر. نعم. بعد إجراء القرعة الفنية اللي عقدت في ديوان المحافظة يوم 6 أكتوبر، وتم تنفيذ البطولة في 21 أكتوبر، والحمد لله نحن نفذنا إلى الآن 124 مباراة مختلف الأدوار إلى على مختلف قبل إلى نصف النهائي. دور نصف النهائي بالضبط. جميل. وجميع المباريات طبعا سارت بأمان، سارت بوتيرة عالية، لا توجد أي إشكاليات. جميل. والحمد لله، وهذا يعتبر حرص أنا أقول من قبل اللجنة الرئيسية واللجان العاملة بوصول هذه المباريات إلى بر الأمان. وأيضا الدور الإعلامي لطفي، ودور الجماهير، دور قيادة المحافظة، دور المكاتب الشباب، دور الجماهير بصورة عامة، دور أبناء حضرموت في كل مكان. يعني البطولة اليوم تصل إلى 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 مراحل إلى أو إلى مجالات أوسع، تخطت حدود حضرموت. صحيح. تخطت حدود الوطن، وهذا هو التوهج. نعم. طبعا عمل اللجنة ليس لحالها، طبعا حسب ما أشرت الأخ المحافظ طبعا حريص كل الحرص على إخراج البطولة بصورة مشرفة طبعا تليق بسمعة حضرموت. أكيد. وأيضا مدراء عموما وكاتب الوزارة هم متواصلين معنا باستمرار، والحمد لله طبعا العمل لا ينسب للجنة الرئيسية أنا أقول، ولكن ينسب لكل من ساهم، لجنة رئيسية، سلطة محلية، أيضا الأندية والجماهير الرياضية، كل هذه الأمور ساهمت في إنجاح البطولة طبعا. نعم. ونتمنى أن يخرج المربع دور الأربعة طبعا، دور نصف النهائي أيضا بمباريات تليق بالبطولة وتليق بسمعة المحافظة بمشيئة الله تعالى. جميل. ذكرت نصف النهائي، ويوم غد الجمعة بمشيئة الله تنطلق المباريات نصف النهائي. نعم. بمواجهة مرتقبة بين الجارين التضامن والشعب هنا في المكلا، ويتوجه وحدة المكلا ليحل ضيفا في سيئون على اتفاق الحوطة. هذه طبعا مباراة الذهاب، وهناك ستقام أيضا مباريات الإياب في نفس المواجهات بالضبط، تختلف الملاعب. صحيح. طيب لطفي، مباراة الشعب والتضامن رافقها الكثير من الأحاديث حول تأجيلها وإلغائها
وما شابه ذلك، لكن أعلنتم رسميا أن المباراة قائمة في موعدها بحرص السلطة المحلية والجهات الأمنية أيضا لأن تقام المباراة في موعدها، لكن في هناك ضوابط تختلف عن ما سبق من مباريات. لو تعطي المشاهد الكريم نبدأ أو لوحة مختصرة عن ما سيتم في مباريات نصف النهائي. طبعا بالنسبة لمباراة يوم الجمعة بين التضامن والشعب، فنحن نعتبرها طبعا مباراة عادية جدا، أسوة بالمباريات اللي تم تنفيذها من سابق. هي ليس المرة الأولى يلعب فيها نادي التضامن ونادي الشعب، بالعكس. جميل. نعم. فسبق وأن حصلت مباريات كثيرة، ولكن في ظل الفترة الأخيرة طبعا حصل احتكاك في الشارع الرياضي ما بين جماهير الناديين، طبعا حرصنا بأن يكون في مقومات صحيحة للمباراة، إخراجها بصورة أفضل مما كان في السابق. طبعا حرصنا تنظيم الجانب الأمني، حرصنا على دخول الناس طبعا من خلال صرف تذاكر دخول الملعب يوم غد. هذه يوم غد طبعا ستصرف لكل نادي 2500 تذكرة. ايوه. وايضا بقيه التذاكر بتكون للاتحاد ومكتب شباب الرياض هو اللي يتصرف على التذاكر. جميل. طبعا هي التذاكر ليس مفروضه او مثلا بمبلغ مالي، هذه يعود للانديه اذا هي بتسوق هذه التذاكر. حصيله الناديين يعني، هذه حصيلة الناديين طبعا. حصيله الناديين. فهذه يعود لها. جميل. طبعا نحن كلجنه رئيسيه فنحن نعتبر التذاكر هذه تصرف للاشخاص مجانا. ما نريد شيء، ولكن نحن نريد معرفه كم عدد الاشخاص الهدف هذا اللي بيدخلوا الملعب. طبعا الهدف هذا ايضا التذاكر تصرف للاشخاص طبعا الكبار السن، ناس مش ليس اطفال. احنا طبعا منعنا دخول الاطفال الى الملعب. جميل. هذه لا نريد لا نريد طبعا طفل عمره حوالي 10 8 سنوات يدخل لك الملعب. فهذه الاشياء نحن طبعا نمنعها. هذه كلها طبعا هذه اجراءات احترازيه. ايضا نحن من خلال خطتنا مع الامن تنفيذ تأمين المخارج حق الملعب. جميل. ومداخلها من خلال انتشار الأمن طبعا خارج الملعب وداخل الملعب بصورة كذا منظمة، يدخل الناس بصورة ما فيها أي عراقيل إن شاء الله، ما في حاجة بمشيئة الله. بإذن الله. ولكن احنا نعتبرها طبعا هي مباراة عادية جدا. نعم. هو بس لطفي الشحن وربما التعصب الزايد، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا ساهمت، رغم أنه نحن معني مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت من قبل بإيجابية كبيرة جدا، لكن الآن نرى الشحن ونرى الزايد، يعني حاجة زايدة عن اللزوم. صحيح. وبالتالي الكل ينشد، الكل ينشد أنه تكون هذه المباراة مباراة سلام، مباراة محبة. وقيادة السلطة المحلية حرصت أمس وبالتواصل معكم على أن تتواصلون مع الجهات الأمنية، أن تعكفون على الاهتمام بهذه المباراة بحكم أنها مباراة جماهيرية. نأخذ من هذا أستاذ لطفي الجانب الإيجابي، نأخذ التوهج الرياضي الكبير. نأخذ اللحمة الحضرمية الجميلة في البطولة، نأخذ أنه بطولة كاس حضرموت أفضت إلى أنه نجومنا في المنتخبات، إلى أنه ثلاثة من أنديتنا ساهمت فيهم بطولة كاس حضرموت إلى أن يستعيدوا الدرجة الأولى. ننبذ التعصب، أنت تضامي وأنت شعباوي، كلنا حضرموت. التسعين دقيقة هذه نجعلها أنت شعب وأنت تضامن، لكن غير التسعين هذه الدقيقة نجعلها محبة وسلام. وبإذن الله إن شاء الله العقلاء كثير والشباب الطيبين كثير والمحبين والعاشقين كثر، وإن شاء الله تخرج المباراة الأولى يوم غد الجمعة بمستوى طيب وبدون أي إشكاليات، والعودة إن شاء الله. وللعلم أيضا للمشاهدين الكرام، المباراة ستنقل على تلفزيون حضرموت، على شاشة تلفزيون حضرموت، مثل ما تم نقل مباريات دور الثمانية ستكون المباراة منقولة على شاشة قناة حضرموت، يعني مباراة الذهاب والمباراة الإياب. حدثنا لطفي هذا عن جزئية التعصب فقط. تمام. طبعا بالنسبة للتشجيع والجمهور، فنحن نعتبرهم نور البطولة يا أبو نور. نعم. الله يحفظك. فهم أعادوا للرياضة طبعا توهجها. نعم والله. أصبحت الآن المدرجات تلاحظ فيه اللوحات الفنية. نعم. الرائعة. نعم. قدامك والأناشيد. نعم. هذا كنا نحن نفتقده من سنوات. نعم. ولكن الحمد لله بطولة كاس حضرموت أعادت الناس إلى المدرجات إلى الملعب. بالضبط. وهذا شيء طبعا فخر. نعم. ولكن نحب أن نوصله لجميع المشاهدين والمشجعين بأن عليهم حسب ما أشرت. نعم. التشجيع أن يكون في إطار المباراة ووقت المباراة. وقت المباراة. نعم. طبعا نشجع بروح رياضية، يكون في ود احترام ما بين الجماهير الرياضية. طبعا أنا واثق أنه بالنسبة للناديين
ما في اي خلاف اكيد ستلعب المباراه وتخرج بصوره طبيعيه والكل بيبارك للاخر وان شاء الله الله يخير ظن من يريد التعكير صفه حضرموت حضرموت الامن والامان ان شاء الله بمشيئه الله نحن نحث الجماهير ان يكون في روح رياضيه طبعا اللي يفوز نحن نبارك له ونهني له اكيد ونحن نامل في جمهورنا انه فعلا يكون عند حسن المسؤوليه بمشيئه الله تعالى باذن الله اكيد اكيد طبعا لطفي هذا الكلام جاء من حرص واغلب الناس يعني تابعنا منذ اعلانكم يوم امس انه المباراه في موعدها صحيح. الكل استبشر خير وحتى يعني سعيدين بهذه الاجراءات ولو انها يعني اجراءات مؤقته فقط بهذه المباراه بحكم سعه الملعب بالضبط. القليله صحيح. والحضور والمتابعه الجماهيريه كبيره جدا صحيح. لكن ان شاء الله نامل باذن الله تعالى ان يعي الجميع اهميه نجاح البطوله صحيح. البطوله ليست للشعب وليست للتضامن البطوله بالضبط. لحضرموت لحضر ومن يرفع هذا الكاس هذا المجسم طبعا مش الكاس يعني فعلا ومن يرفع الكاس سنبارك له اكيد سواء في الساحل او في الوادي المهم ان نحن نخرج من هذه المباريات ومن هذه البطوله بروح جديده ودماء تتجدد بالنسخه الثامنه نستفيد لطفي بالنسبه لكم من سلبيات النسخه السابعه اذا في سلبيات واكيد في ايجابيات وهي كثيره وتطورون الايجابيات في ذلك طبعا نحن بالنسبه لنا في اللجنه الرئيسيه اخترنا مجموعه من الفنيين طبعا سواء كان من الساحل او الوادي لتقييم البطوله. جميل. نشوف ما هي نقاط الضعف. هذه افتقدتوها كثير هذه النقاط. افتقدناها من اول. لكن في اجتماعنا الاخير في 30 نوفمبر الذي عقد في سيون نعم. شددنا على هذا الجانب، لابد نحن ان نختار لجنه فنيه تقيم نحن البطوله، ما هي السلبيات وما هي الايجابيات. يا سلام عليك. ايضا الجانب التحكيمي نفس العمليه طبعا احنا عندنا كوادر موجوده في الجانب التحكيمي في الجوانب الاداريه. نعم. هذا دوره طبعا تقييم البطوله بشكل عام. جميل. وهذه ملاحظه ان شاء الله سيتم العمل بها بمشيئه الله تعالى. جميل. التفاعل الاعلامي والدور دور القطاع الخاص صراحه عبر بوابه شركه العمقي نحيي شركه العمقي على تفاعلها مع القطاع الرياضي. 6 بطولات سارت بدعم فقط من السلطه المحليه صحيح. وجهود من السلطه ومن اللجنه الرئيسيه والقائمين على النشاط الرياضي. الان قرع شركة العمري كرعت باب البيوت التجارية بيوت تجارية كثيرة في حضرموت لماذا لم تساهم؟ الآن شركة العمقي ضربة معلم طبعا فكرة إشراك القطاع الخاص في البطولة السابعة هي طبعا كانت فكرة دارستها اللجنة الرئيسية وطبعا احنا كنا على مخاوف بصراحة في إشراك أي جهة خارجية ولكن طبعا احنا طرقنا باب شركه العمقي للصرافه والحمد لله لقينا انه في استجابه في تجاوب رغم ان للعلم ان هذه البطوله المفروض كانت تنفذ في 2020 وايضا عملنا مسوده اتفاقيه مع شركه العمقي وظلت تقريبا 2020 و2021 معلقه وعندما اتفقنا اقامه البطوله عدنا للعمقي مره اخرى في 22 طيب تداعيات كورونا وقفت البطوله 2021 ولا في حاجه ثانيه؟ لا كانت في طبعا اسباب من ضمنها طبعا توقف النشاط الرياضي بالمحافظه فرع الاتحاد ايوه قصه هذا الموضوع هذا الماضي الاساسي الان طبعا الناس على وفاق بالضبط على وفاق وعلى وحده واحده ان شاء الله ولكن هذا السبب الرئيسي اللي كان اخر البطوله جميل عندما عدنا للعمدي في شهر تقريبا يوليو 2022 وعدنا الفكره عليه مره لقينا الرجال طبعا متجاوبين معنا صراحه يا سلام ايضا اتفقنا على الامور الماليه ما هو سهم السلطه المحليه وما هو الدعم اللي بيقدمه لنا شركه العمقي جميل ولقينا تجاوب وطرقنا باب طبعا السلطه نحن التقينا بالمحافظ في 24 اغسطس نعم. 2022 الاستاذ مبخوت مبارك فلقاء كان واحد بصراحه الشيء اللي اثلج صدورنا في لقاء وحده تم التنسيق له من قبل الاخ الامين العام وال الاخ برضه الوكيل المساعد التقينا بالمحافظ في اقل من 10 دقائق كلجنه رئيسيه وفورا اعتمد الموازنه اللي تم رصدها للبطوله كلمه اخيره ابو عوض طبعا شيء طيب نحن اليوم نكون متواجدين معاكم في الاستديو وننقلوا هذه الصوره للشارع الرياضي من خلال حث الجماهير الرياضيه بالتحلي بالاخلاق ايضا بمؤازره فرقهم بدون التعصب ان شاء الله كل شيء وان تمر طبعا المباريات هذه اسوة من المباريات السابقه فاشكركم مره اخرى قناه حضرموت اخي فهمي على هذه الاستضافه وشكرا لكم على حسن
وانا بدوري اشكرك وكل طاقم البرنامج استاذ لطفي على على حضورك الاستوديو، وان شاء الله لن نغيب عنك، ستكون باذن الله مرافقا معنا طوال البطوله سواء عبر التليفون او بالحضور بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نروح فاصل ونرجع نستكمل بقيه فقرات الحلقه الاولى من كأس حضرموت. عدنا لكم من جديد مشاهدي الكرام، أنهينا الجانب الإداري المتعلق باللجنة المنظمة، وكان ضيفنا كما تابعتم الأستاذ لطفي عوض الحداد، تحدث إجمالا عن الجانب الإداري والتنظيمي في هذه البطولة وما سبقها من بطولات. الآن نذهب إلى الجانب الفني وهو جانب مهم. بطولة النسخة السابعة وصلت الآن إلى مرحلة دور نصف النهائي، مضت دور الثمانية ودور الستعش. نتابع تقرير أعده الزملاء في البرنامج لمباريات أو حصيلة مباريات دور الثمانية ذهابا وإيابا. تدخل منافسات بطولة كأس حضرموت السابعة لكرة القدم التي يرعاها محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبمشاركة الراعي الإعلامي للبطولة شركة العمق وأخوانه للصرافة، وتنظيم اللجنة الرئيسية خلال الأيام القادمة، مرحلة جديدة من مراحلها التنافسية المثيرة والهامة في سباق الأندية للظفر بالكأس السابعة. نصف النهائي هي المحطة التي وصل إليها قطار البطولة بعد نجاح كبير رافق سير هذه الرحلة المتميزة منذ انطلاقتها أواخر أكتوبر 2022 بمنافسات الدور التمهيدي الذي شارك فيه 44 ناديا، ونتج عنها تأهل 16 ناديا إلى المرحلة الثانية ثم النهائي، ومنها إلى ربع النهائي الذي أسدل عليه الستار ونتج عن تأهل 4 أندية إلى دور الحسم قبل النهائي نصف النهائي. حامل اللقب التضامن في مواجهة مرتقبة مع جاره الشعب، وعلى الطرف الآخر وحدة المكلا واتفاق الحوطة الصاعدان للمرة الأولى في تاريخ البطولة إلى هذا الدور. مباريات دور ربع النهائي شهدت تنافسا كبيرا بين الثمان الأندية. تضامن حضرموت أكثر الأندية تتويجا بالبطولة 3 مرات، نال بطاقة التأهل لنصف النهائي على حساب جاره المكلا، فاز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل إيابا بهدف لآخر. شعب حضرموت البطل المتوج بنسختي البطولة الثالثة والخامسة خسر لقاء الذهاب في ملعبه أمام شباب القطن 2-2، وانتفض إيابا معوضا الخسارة بفوز عريض ومستحق برباعية نظيفة في سيئون. ووحدة المكلا واحدا من مفاجآت البطولة الجميلة في النسخة الحالية، ظهر بصورة لافتة صعد لنصف النهائي بفوزين ذهابا وإيابا على سيئون بنتيجة موحدة 2-2. اتفاق الحوطة هو الآخر يصل للمرة الأولى إلى نصف النهائي، كان وصوله مستحقا، عوض خسارة الذهاب بهدف أمام جاره سلام الغرفة بالفوز بمواجهة الإياب 2 نظيفين. نصف النهائي سيزداد فيه التشويق والإثارة والندية وسخونة المنافسة داخل الملعب وعلى المدرجات. ستشهد منافسات ساخنة في هذا الدور بمبارياته على ملعبي الفقيد باراد بالمكلا والأولمبي بسيئون. جميل مشاهدي الكرام، نعود إلى دور نصف النهائي، ويوم غد أول مباراة في هذا الدور بين التضامن والشعب في المكلا ووحدة المكلا، كما قلنا يتوجه إلى سيئون ليحل ضيفا على اتفاق الحوطة. تابعنا دور الثمانية وما حصيلته، والآن نناقشه فنيا مع ضيفنا الكابتن عادل محسن. أهلا وسهلا بك أبو أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا. كأس حضرموت يرحب بك. أهلا، برنامج وسهلا. وبطولة، شكرا جزيلا لقناة حضرموت وأستاذ فهمي. تابعت التقرير إجمالا دور الثمانية فنيا تهديفيا مستوى، تحدثنا في الجانب الإداري والتنظيمي، الآن نتحدث عن الجانب الفني، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مباريات دور ربع النهائي
كانت شهدت إثارة وندية وحضور جماهيري منقطع النظير، سواء كان في ملعب الفقيد برادن بالمكلا أو ملعب الأولمبي بسيول. نقدر نقول أنها صفوة الفرق من خلال 44 نادي شاركوا في دور المجموعات ثم دور 16 إلى دور الثمانية اللي نحن بصدده الآن. أول مباراة قيمت في ملعب برادن بين المكلا والتضامن، أو التضامن والمكلا ملعب التضامن الأول، وانتهت 3-1 لصالح التضامن. لو نلاحظ أن بداية أو زخم جماهيري للنادي المكلا في هذه البطولة ووصوله إلى دور الثمانية أعطى رونق يعني جذاب للبطولة. هناك أزرق وهنا أخضر في المدرجات. حتى عفوا لاحظ عادل، لاحظت حجم التعاطف الكبير مع نادي المكلا من حتى من الأندية المنافسة نفسها. أيوة نعم، بحكم من الغياب السنين سنوات طويلة في. ولا أعتقد أنه هذا واحد من أهداف، واحد من نتائج ثمار بطولة كأس حضرموت. بالتأكيد. فالمباراة كانت الشوط الأول مغلقة تكتيكيا تماما. قد يكون هناك قلق من المدربين عمار الكلدي وعوض بزبيدي، أو يكون يعني دوافع نفسية بالنسبة للاعبين نفسهم. بس نادي المكلا كان نشيط في الشوط الأول. مباراة الذهاب كان حركة وتقدم بهدف الشوط الثاني من ما استنزف لياقته البدنية، فأصبح تراجع بدني كبير. التضامن استغلوا خبرتهم. أيوة. وأيضا في هناك جوانب فنية معينة قد تكون للتغييرات في وسط الملعب لها دور. أيضا في عزم تعزيز الجهة اليمنى لنادي المكلا كان في هناك ظهير اسمه حيابك، استغلوا لاعبين نادي التضامن يتداوبوا عليه 5-4 لاعبين خلال التغييرات، فسجلت جميع الأهداف تقريبا من أول أصبحت المنطقة هذه مخترقة الجهة اليمنى، وسجلوا 3 أهداف أنهوا بها الدور، قصدي المباراة الذهاب. مباراة الإياب كانت عكس التوقعات تماما، من حيث فنيا، حتى فنيا تمام. أصبحت أريحية في الأداء، مرونة تكتيكية، رغم أن المدربين ينهجوا خطة اللعب 4-3-3 يعني فنيا. تقول أن مباراة الذهاب فنيا مغلقة الشوط الأول، الشوط الثاني انفتح اللعب وجاءت الأهداف الأربعة بالنسبة هدف المكلا وثلاثة تضامن. المباراة الثانية كانت مفتوحة، وحرص الكابتن عوض بزبيدي مدرب نادي المكلا على إغلاق المنافذ اللي كانت تؤدي إلى باستبدال الظهير، باستبدال تثبيت مثلا التشكيلة معينة في داخل الملعب، وكانت هناك تبادل هجمات لولا وضياع الفرص تمام. بالنسبة للجانبين هذه الآن مباراة الإياب أنا أقصد أنها أغلق بعض الهدى وأصبحت المباراة أريحية بالنسبة للمكلا وأيضا بالنسبة للتضامن. اللي يعيب الجهاز الفني للتضامن هو عدم استقرار في التشكيلة من بداية الدورة أو بداية البطولة، ولم يستقر الجهاز الفني عمار الكلدي وخالد بحمد يساعده على تثبيت تشكيلة معينة. هذا يعود الجوانب النفسية بالنسبة للاعبين. أنا اليوم أساسي الروح المكلاوي العايدة. أيوة نعم، الجماهير تحية الجمهور المكلا وكل جماهير عايدة، وهذا أيضا تحية هذا التضامن يعني. نعم الجماهير أرقام صعبة في نعم البطولة نعم، سواء كان هنا ولا حتى شاهدنا يعني روابط من الوادي تجي للساحل نعم، والوادي نعم روابط من الساحل للوادي نعم، وكل موجود من عندنا. تفضل. فنتكلم على مباراة الإياب بالنسبة للتضامن والمكلا، أو المكلا والتضامن. كانت مفتحة شوية تكتيكيا، أيضا شاهدنا بعض الجمل التكتيكية اللي غابت عن المباراة الأولى. جميل. وانتهت 1-1، كانت نتيجة عادلة للأمانة رغم السيطرة النسبية للتضامن بحكم الخبرة، لكن النتيجة كانت عادلة وأريحية للتضامن، وأثمرت أنه التضامن أول مقعد دور الأربعة، تجاوز دور الأربعة. نأتي للمباراة الثانية. مباراة كانت في سيون نفس اليوم يوم الجمعة بين السلام والاتفاق. نعم. طبعا الفريقين تقريبا يلعبوا بنفس الخطة أو تشكيل المباراة. السلام كان يدربهم أو ما زال يدربهم سالم الموزعي، والاتفاق يدربهم عمر بن سند، كابتن عمر بن سند. يلعبوا بنفس النهج الخططي 4-2-3-1. لو تلاحظ حتى كل أو أغلبية فرق الوادي، ولو أننا ما نحب كلمة ساحل وادي لأنه عشان جميل، يلعبوا بنفس النهج يعني بأسلوب مثلا الدفاع المتقدم أو اللعب الطويل. أغلب الأندية في الوادي تلعب تنتج هذا النهج، بعكس الأندية اللي في الساحل اللي تكون لها دائما نسبة الاستحواذ تكون عالية عندها،
تلاقي في 14 نقله 13 نقله 10 نقلات ومناوره من جميع الاتجاهات. مباراه السلام والاتفاق انتهت لصالح السلام في الوقت الاضافي بهدف وحيد. هدف قاتل. هدف قاتل كانت كان جميل جدا من محمد ادريس اللاعب محمد ادريس. ومباراه الاياب توقعنا ان ينتفض السلام. بالعكس حصل العكس. الاتفاق انتفض الاتفاق وسجل هدفين في مباراه الاياب. الاتفاق كان في المجموعه الخامسه في الدور الاول. يعني هذه المجموعه تقريبا اقوى مجموعه في الثمان المجموعات كلها من خلال تقييمنا للبطوله. يعني لو تلاحظ ان الاتفاق وكان في نادي الشعله من 10 نقاط تاهلوا، وفي نادي الاتحاد السيئون ونادي التعاون من 9 نقاط. كانت فيه منافسه شديده لما ظفر بها بعدين في مباراه فاصله بين الشعله والاتفاق. استحق الاتفاق كابتن عادل الدور الاربعه بما قدمه. حتى سابقا مسيطر على البطولات اللي تقام على مستوى الوادي في الفتره الاخيره بالنسبه لنادي الاتفاق. فريق منظم، فريق جميل جدا يعني في ادائه، انيق في لعبه. تتوقع ان يكون له حضور امام الوحده دول الاربعه؟ جانب بالنسبه للوحده هو مفاجاه البطوله. المفاجاه جميله زي ما قال التقرير، يعني مفاجاه جميله للبطوله. وكنا نتوقع من خلال الادوار الاولى اللي كان يخاضها الفريق وقلنا يمكن نفسه يكون، ولكن ما شاء الله بعزيمة الشباب وصلوا لأدوار متقدمة. وهذا شيء يحسب المدرب أيضا، الإدارة والمدرب دور كبير. الخضر الصالحي كان له فيه أيضا، لا ننسى دور الشباب. الشباب متحمس جميل. المباراة الثالثة، المباراة الثالثة كانت بين شعب حضرموت وشباب القطن. شباب القطن في المكلة، وخسر الشعب هدفين لهدف. ممتاز. هناك أسباب للخسارة. لماذا خسر الشعب؟ أنا تابعت المباراة، وكانت المباراة منقولة أيضا الشعب مسيطر على المباراة. جميل. مسيطر على المباراة وخسر. الشعب دائما ينهج بنهج هجومي 4-3-3. كانت عودة النجوم الكبار. نعم والله، وعودة النجوم الكبار من المنتخب أنيس وعماد منصور. نادي شباب القطن فريق متحمس. جميل. فريق له أولاد ويولاد في كأس حضرموت. نعم. مدربه هو وصيف النسخة الرابعة شباب القطن. أيوة. أول نادي من الوادي يصعد إلى النهائي هو نادي شباب القطن، ونال المركز الثاني وصيف بطل النسخة الثانية الرابعة 2014 اللي كان بطلها التضامن. صحيح. يدربه أحمد بن إسحاق. هذا مدرب شابه طموح. شابه طموح زي اغلب المدربين اللي عندنا. جميل. في هناك تناسق بين بين الخبره والشباب. شباب القطن، نادي شباب القطن نجهد نفس النهج الخططي 4-2-3-1، ولكن في هناك مرونه تكتيكيه بالنسبه لهذا المدرب. احيانا يستبدلها ب 4-4-2، فهناك مرونه تكتيكيه. جميل. يستخدمها. لا، في مباراه الذهاب الشعب حاول مسيطرة تقريبا 70% بالنسبة للسيطرة. نعم. والاستحواذ. أيوة. ويناور من جميع الاتجاهات، لكن يفتقد كان الفعالية في بالنسبة للوصول للمرمى. أيوة. يعني اما من التسديد او من الاطراف او من العمق او حتى من الكرات الثابتة، هناك غياب كان لهذه الحلول الاربعة. جميل. احد اسباب الخسائر يعني. واحد من اسباب الخسائر. ايوه. ايضا التكتل الدفاعي لشباب القطن كان عامل اساسي في جميل. عدم وصول الشعب الى الهدف. وانا كنت متوقع اذا افتتح الشعب بهدف كان بتجيه 3-4 اهداف زي مباراه الاياب. تمام. بحكم فارق الخبره والفنيه بالنسبه حتى اللاعبين نفسهم. لكن انا تابعت يعني شباب القطن روح فريق يعني فريق ممتاز روح. ممتاز. نذهب الى المباراه الثانيه اللي اقيمت في سيئون. شباب القطن حافظ على مرماه وحافظ على مقارعة الشعب إنجاز التعبير، وكانت المباراة إلى يمكن الدقيقة 80 ونتيجة سلبية. من 80 إلى نهاية المباراة انهار شباب القطن بأربع أهداف. زي ما قلت لك إن الشعب لو سجل من بداية المباراة هو دائما يسجل في أول دقائق، تستصعب عليه الأمور إذا مرت الدقائق ولم يسجل. لكن القطن لم يكن سيء في هذه المباراة أيضا بحسب لم يكن سيء حتى في مباراة الذهاب. أيوة. كان القطن ممتاز حتى يستغل. بنشير للاعب كان لاعب ممتاز في حمدان بن عون. كان ممتاز في مباراة الذهاب وهو شكل خطورة على الشعب وسجل هدف. نعم.
والغى له الحكم الهدف الثاني، مش عارف كيف يعني، مفروض يكون في خبير تحكيم معكم يسجل الحالات. وماشي عندنا فار ان شاء الله يجي. المباراه الانتهاء مباراه الاياب في الاولمبي بسيون، الشعب وطبعا داخل الشعب كان يعني خلاص لازم من نفوز. الشعب اللي وضعه في المسبع على مستوى المحافظه على بطولتين، الجماهير خلف النادي. نعم الجميل عادل انه يعني ما يأسوا يعني لا الشعباويه لا المدرب ولا الاداره ولا اللاعبين ولا الجمهور. ايضا كان طموح نادي شباب لغايه انه يتجاوز الشعب مره اخرى. نعم وللدقيقه 80 زي خاصه انه في ملعبه زي ما ذكرت وبين جمهوره وبين ملعبه وبين جمهوره زي ما ذكرت. لكن النتيجه لما تيجي تسال عادل النتيجه يعني الى الدقيقه 80 تقول لك 0-0، 10 دقائق تتواصل او تتابع نتيجه يقول لك 4-0 للشعب. هذه طيب. الجزئيه وضحها بشكل طيب. دقيق. التكتل الدفاعي دائما له نتائج ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت. عدم التمركز الجيد احيانا عدم التمركز الجيد يخلق لك فرص بالنسبه للفريق المنافس. ولعبه الخبره عماد منصور اكيد اكيد حتى سجل عماد منصور هدفين وسجل انيس هدفين في عوضوا على فكره يعني كانوا في الدور سيئين في المباريات الاول الدور أيوة. الاول لم يظهروا لم يظهروا واظهر ان عماد منصور كان حتى انا لبت المدرب انور عاشور انه اللاعب هذا مصاب كيف يلعب مصاب يعني تلاحظه في من خلال تحركاته لكنه رد عليك رد علي بعدين في الاياب بهدفين هدفين يمكن جميل تعالج جميل. طيب وين وصلنا؟ فانور عاشور يعني مدرب قدير صراحه وتعجبنا فيه انه الدكه الاحتياط عنده هاديه هاديه مما يساعده على التفكير والعوده بالمباراه حتى من في الدقائق الاخيره ممكن والشعب له عندهم مهاجمين ممتازين ممكن يعودهم في اي لحظه. أيوة. لذلك كانت النتيجه 4 أهداف ايوه قاسيه على شباب القطن لكنها نتيجه نشوفها طبيعيه بالنسبه للاداء الشعباوي حتى في المباراه الاولى. جميل. طيب للمد الهجومي جميل. وحده المكلا في نفس اليوم كان يلعب مع سيئون. نعم وحده المكلا فاز ذهابا وايابا بنفس النتيجة موحدة بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف، استحق ان يصعد الى دور الاربعة بمجموع فوزين. الشعب خسر والتضامن تعادل، اتفاق الحوطة خسر وهم صعدوا الى الدور الاربعة باستثناء وحدة المكلا جمع فوزين بنفس النتيجة. المفاجأة اللي قلنا عنها المفاجأة الجميلة ان وحدة المكلا نعم فريق شاب وطموح وصل إلى هذه المرحلة يعتبر إنجاز، حتى لو ما صعد للمباراة هي يعتبر إنجاز بالنسبة للنادي. تمام حدثنا الآن عن الوحدة وسيون ومن ثم بنتابع المدربين إيش قالوا بعد تأهل الأربع الفرق. تفضل. المباراة الأولى كانت في الأولمبي بسيون وانتهت 2-1 لصالح الوحدة. تقدم سيون في كل المباريات. تقدم سيون كان يدربه الوطني مدرب الوطني هشيم النوبي ومدرب وحدة المكلا الخضر الصالحي. شهيم النوبي خبرة ويختار لاعبيه بعناية فائقة. دائما نلاحظ انه يختار الاطوال حتى تلاقي مدافعينه طوال طوال القامة يمكن عشان اللعبات الهوائية الارتقاء الارتقاء. طيب ما يعيبهم في المباراة الاياب انا بتكلم بعدين عليها هو دكة الاحتياط شوية مركز على دكة الاحتياط. طبعا أنا كخبرة كاملة تعجبنا دكة الاحتياط الهادية عند المدرب لها انعكاسات صح؟ هاي لها انعكاسات سلبية دائما تكون. مباراة الذهاب تقدم سيون بهدف وسجل الوحدة وحدة المكلا هدفين في الشوط الثاني. تمام هذه مباراة الذهاب. مباراة الإياب ذكرت تكون نفس السيناريو شاهدناها في بارادم، كان السيون مسيطر في الشوط الاول ولعبات وهجمات ومرونه تكتيكيه ومسانده جماهيريه ايضا. نعم. طلعت مع نادي رابطه. نعم. ما شاء الله يعني احيوا المدرج. نعم فتقدم سيون بهدف سبق وعادل عادل الوحده. نعم. وسجل الهدف الثاني. انا بذكر الهدف الثاني هذا اللي هو كان يعني بالنسبه لنا اجمل هدف في البطوله، ليس من اللي سجل الهدف ولكن من صنعه. لاعب اسمه نايف بعيسى جناح ايمن او طرف ايمن لوحده المكلا. هذا من افضل اللاعبين ويمتلك الان 6 أهداف في البطوله. من افضل اللاعبين وفنيا يعني جميل. وبقول لك يعني قاد الهجمه من وسط الملعب وتجاوز مدافعين. ولعبها عرضيه للعكبري وسجل الهدف الثاني.
انا هذا بالنسبه لهذا اللاعب نايف بعيسى ارشحه انه يكون من ابرز لاعبي البطوله، وقد يكون لو وصل المباراه نهايه هو افضل لاعب في البطوله. جميل، وان شاء الله وجهه نظري طبعا، وان شاء الله تصيب او تخيب، وان شاء الله يكون هناك زي ما قال لطفي انه في جوانب فنيه ستكون في البطوله، ربما تقييم وايضا ربما تشكيل هو ما افصح عنها، لكن يعني بحسب ما يثار شيء جميل تشكيل تشكل لجان فنيه. أيوة تقيم البطوله من كل النواحي. تمام، تحدثت عن الهدافين والاهداف ونايف بعيسى وغيره، نروح نشوف الأهداف في دور الثمانية إجمالاً. يقود نادي التضامن في فترة من الفترات، الخط موجود والهدف من الهجمة للفريق التضامن للتحضير، الكرة من محس التسديد والثاني، والكرة الآن مساعدة التضامن في آخر لحظات التسديد والهدف التالي. سامي طارق يتقدم فيه يسدد كرة وهدف حضرموت، الكرة تلعب من حمزة رايعة من أحمد البيتي، التصويب والهدف ملعوبة اتفاقية عرضية لكنها مهو خطيرة ولا زالت يا الله اتفاقية عرضية جميلة خطيرة جول يمشي نايف مش ممكن، والتاني تاني الهدف فعلها الوحدة بمرتدة نارية، محمد العكبري يسجل تاني الهدف، خلاص الوحدة ستال، الوحدة ستال. الهدفنا اللي تحدثت عنه وجملة الأهداف في ربع النهائي أهداف جميلة وحضور قوي للغزارة التهديفية أيضا، وطالعنا الهدف اللي قلت عليه حق الوحدة بوكلة. أيوة طبعا أهداف متنوعة، منها من ضربة ثابتة، منها من جمل تكتيكية حلوة، منها من تسديد، يعني أهداف متنوعة. الإجمالي 24 الإجمالي 22 22 هدف. 22 هدف في الذهاب والإياب. نعم. يعني كانت المباراة الذهاب والإياب. الشيء الجميل أن تنوع الأهداف فيها. نعم. في وكل المباريات كانت حسمت بأهداف ماشي سلبي. نعم. ولا اتطرقنا لضربات الترجيح بالنسبة للمجموع المباريتين. نعم. في دور الثمانية 22 هدف، يعني ولو عدنا شوي للخلف لدور المجموعات كان برضو في إجمالي تهديف كان جيد حوالي 284 هدف من 100 مباراة. الدور الثاني كان 44 هدف في دور 16، يعني 23 في الذهاب و21 في الإياب، ودي نسبة جيدة بالنسبة كهدافين، وخصوصا أن بعض الفرق تنهج نهج الدفاعي الخالص. نعم. اللي هو تكتل مميت في اللعبة يعني. نعم. دور الثمانية هو اللي هو 22 هدف، أصبحت إجمالي الأهداف في خلال ما وصلنا ليه الآن إلى نصف النهائي 350 هدف ما شاء الله. من 124 مباراة، بنسبة معدل 3 أهداف للمباراة أو 2.8 في المباراة واحدة، يعني بنسبة 65%، وهي نسبة فوق المتوسطة لكنها جيدة تعتبر. هل بنشهد أهداف غزارة تهديفية؟ خلينا نحن على الغزارة، طالما أنه في دور نص نهائي ذهاب وإياب بتشهد أهداف ضروري. لو كان إقصائية من مباراة واحدة ممكن تكون المباراة مغلقة تشاهد هدف هدفين بالكبير، لكن الآن ذهاب وإياب يأخذ أريحية الفريق الخاسر وممكن يعود في أي لحظة. جميل، فنيا تحدثت كابتن عادل عن الأربعة المدربين الذين صعدوا بفرقهم إلى دور الأربعة، نروح نشاهد ماذا قال هؤلاء المدربين. ألف ألف مبروك لنادينا الفوز اليوم والصعود إلى دور الأربعة، وهارد لك لنادي المكلا الذي قدم مباراة جميلة اليوم. نحن استحقينا التأهل بفوزنا في المباراة الأولى ب3-1، واليوم تعادل ب1-1 بالرغم ضياع الفرص وضربة الجزاء، لكن الحمد لله نزلنا بحصيلة التأهل وهذه هي الأهم في هذه البطولة. دور الأربعة لنا حديث آخر، نحن اليوم تغيبوا عندنا أكثر من 3 لاعبين، البعض إصابات والبعض عندهم حمى فيروسية، ولكن الحمد لله اللاعبين اللي دخلوا في المباراة قدموا كل ما عندهم. أول الحمد لله نهني جمهورنا العريض اللي وازرنا احنا واللي تعب قطع المسافات، والحمد لله قدمنا له النصر، وهذا النصر العظيم يعني ما يم الفراغ يا بمجهود من الجهاز الفني، والحمد لله اللاعبين اثبتوا وقالوا كلمتهم، اثبتوا ادارتهم وقالوا كلمتهم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. صراحه المباراه كانت زي ما انتم شفتوا مباراه ممتازه جدا، فريق سيون فريق لعب شوط اول يعني قام مجهود كبير، اللاعبين ما قصروا والحمد لله على كل حال.
انجاز كبير لنادي الوحدة لنص نهائي، وان شاء الله نوعد المجموعة باذن الله تعالى الى نهائي الكاس المحافظة. والله 90% الى 100% كنت متوقع الفوز، لان معي لاعبين ممتازين باذن الله تعالى. احنا نقول الاتفاق زين، فريق ممتاز جدا، لكن احنا بنعمل جهدنا زي ما عملناه مع سيون وشباب، بنعملها ان شاء الله مع الاتفاق. احمد الله ونشكره على هذا الفوز، انجاز ان شاء الله يكون محصول لنا في كاس حضرموت. نشكر كل القائمين على نادي الاتفاق، اداره، لاعبين، جمهور، كل من يحب الاتفاق، اهديهم هذا الفوز، وان شاء الله لنا حظوظ ان شاء الله في المسابقه وفي نفس المسابقه الدور الاربع ان شاء الله. اليوم ظهر الاتفاق بمظهر لايق، وهذا مكانه الحقيقي. عدنا الكابتن عادل، حديث المدربين عن التاهل حديث عقلاني صراحه. بالفعل عادل حديث عقلاني، لانه يكفي شحن من الشارع، وكل واحد عارف شحن، كل واحد عارف امكانيات لاعبيه. ايوه، ويكفي من شحن الجروبات، وان شاء الله باذن الله نتجاوز هذا الشحن، تظل حضرموت بصورتها الطيبه التي تظهر لكل الوطن، الوطن الذي يمر بحرب وبأوضاع مأساوية، تظهر حضرموت بهذه الصورة الجماهيرية التي نشاهدها، بهذه الروح الرياضية الكبيرة. إن شاء الله بإذن الله ما يعكر صفو حضرموت أي حاجة بإذن الله، وتظهر حضرموت مرارا وتكرارا بالصورة الطيبة والنجاح والثمرة المتميزة رياضيا وغير الرياضة أيضا. نعود لك من ناحية في مجال الهدافين كابتن عادل. الهدافين 350 هدف حصيله وفره. كم الهدافين؟ من يتقدم؟ تقدمهم ماجد باسلوم الشعب 8 اهداف، وعمر النقار الاتفاق 7 اهداف، ونايف بعيسى من وحده مكلا 6 اهداف. ياتي بعده وضاح العامري من التضامن 5 اهداف. جميل. البطولات السابقه كان الهداف اعتقد انه اخر هدف 3 اهداف او 4 اهداف. لا، نحن انتقدنا في نفس البطوله. هل فعلا ما كان في لجنه تقييم؟ لا، كانت 299 هدف في البطوله السابقه تقريبا. والهداف معه 3 اهداف، انتقدنا هذا الشيء. أيوه. كنا نحن نحصي. اقل هداف كان معه 9. اول واحد. كيف تم احتساب الهداف من الدور الثاني؟ من الدور الثاني. لكن هذه البطوله يعني حتى بطولات كاس العالم تحتسب من الدور الاول، من دور المجموعات. كيف تقول لي فريق ضعيف فريق قوي؟ طيب هل تطرقت اللائحه؟ يعني نحن ممكن احنا نتواصل مع المعنيين. اللجنه المنظمه واللجنه الفنيه ممتازين جدا، يرصدون كل حاجه. ونحن بدورنا نرصد عندنا، ولا شيء ما فيش اختلاف يعني. لا، هل 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 هذا مدون ومسجل في لائحه البطوله انه الهداف من، لانه الخلاف او الاختلاف الذي وقع في النسخه السادسه يمكن ما كان حد يسجل وما كان حد يرصد. الان من بدايه البطوله ما شاء الله الاستاذ صلاح باوزير يرصد كل كبيره وشارده وارده. عضو لجنه الرصد هو اعتقد. نعم. في الاتحاد وفي اللجنه. أيوة، يرصدون كل شيء، وهذا شيء صحي يعني بالنسبه. أيوة. انا بعرف انا معي كم اهداف، انا داري مثلا كمهاجم عندي كم اهداف، لكن برضو اللجنه تكون توضح لي هذه الاعلام يظهرنا كهداف للبطوله. تمام. ما بيجي يسجل 300 هدف في بطوله والهداف معه 3 اهداف ما يدخل. تمام. جميل جميل كابتن عادل، تحفتنا بهذه المعلومات. غير فنيا نبغاك توجه كلمه للجمهور، انت كنت لاعب ومن ثم مدرب، وانت واحد من الحريصين دوما على حضور المباريات، انت تضامني سابقا لاعب، واليوم نبغاك يعني توجه كلمه حضرمي ومحب وعاشق بين قوسين للرياضه ولكره القدم عن مباراه يوم غد بين التضامن والشعب، غير الجانب الفني، ما هي الكلمه التي تود ان تقولها؟ طيب، جماهيريا مباريات الشعب من عام 90، من زمان كنا نلعب، جماهيريا كانت جماهير غير عاديه. تضامن الشعب، شعب التضامن بهذا الزخم وهذا التوهج قد لا يكون بهذه النوعيه، ولكنها تظل مباراه جماهيريه وتنافسيه. 90 دقيقه هي الحاسمه بين الفريقين، سواء فاز الشعب او التضامن. جميل. ويظلوا اخوه اللاعبين، وهذا اللي نكرره دائما نحن. نحن على 90 دقيقه. ممتاز. بالنسبه الان وسائل التواصل الاجتماعي والاستفزاز وهكذا، انا نشوفه وجهه نظري شيء صحي للبطوله. جميل. شيء صحي للبطوله، ليش؟ قول لي يعني شد وجذب. انا بفوز عليك، انت بتفوز علي، هذه حاجات اخذنا في هذه الجزئيه الجانب الايجابي. يكون في اطار الادب. أيوه. والاخلاق. نعم. الرياضيه. نعم. كل واحد يشجع فريقه من مدرجه، و ضمن الاخلاق الرياضيه تكون ما فيش تعصب اعمى. نعم. ابدا يكون. ان شاء الله ما في يكون اعمى. شاهدنا روابط كثيره للانديه موجوده
ما فيش تعصب، لكن حساسية الجارين هذه دائما في يعني في كل في كل العالم تلاقي دربي لاي كلاسيكو في كل العالم في السعودية في في اوروبا في كل مكان لازم تكون من لازم في حساسيه لازم شد وجذب قبل المباراه وهذا شيء صحي على فكره شيء صحي للبطوله الناس لا تاخذها من زاويه اخرى من زاويه سلبيه زاويه سلبيه ابدا هذا شيء صحي للبطوله والتخوف عشان يعطي زخم اكثر للجماهير والاتحاد ما بيقصر بينظم بالنسبه لدخول الملعب اصبحت الامور طبيعيه يعني الفائز نقول له مبروك والخاسر هارد لك يعني ولهم لقى ثاني ونفس الشيء ان شاء الله يتكرر الشيء الجميل الشيء الجميل انه ذهاب واياب يعني الفريق الفريق الخاسر يعوض في المباراه القادمه يعني بالنسبه للتضامن والشعب حتى وبالنسبه لوحده مكلا والاتفاق لا تقل اهميه عن مباراه الشعب والتضامن طبعا الشعب والتضامن واحد منهما سيغادر والشعب والتضامن أكثر الأندية حازت على البطولة التضامن ثلاث مرات في نسخ 2009 2014 و2019 الشعب في 2012-13 2017 وبقيت بطولة واحدة كانت من النصيب هو اللي فصلهم الأهلي أهل الغيل أيوه. على فكرة الأهلي الغيل لازم ننصفه قدم مستويات طيبة في البطولة ما حلفوا الحظ وكثير من الأندية بس انت تحدثت الان عن الاهلي لانه بطل أيوة النسخه الثانيه فلا بد من ذكره ايضا انديه الوادي وصلت بالنسبه للسلام السلام شباب القطن شباب القطن وصلوا للنهائي وهذا والان اتفاق الحوطة وصل الى دور الاربعه وحتى من مع استمرار البطوله حتى من نادي من الوادي بيحقق البطوله ان شاء الله نعمل ان نتجاوز اي معضله الان فريقين معك في نصف النهائي وحده المكلا والاتفاق لديهم طموح ايضا للوصول للمباراه النهائيه حق مشروع وقاعد يحقق واحد منهم البطوله حق مشروع ما نتمناه عادل ما نوقف عند الشعب والتضامن وخلاص اكيد ما نتمناه ان نشاهد مباراه هو بس نحن ركزنا على الشعب وعلى التضامن بحكم حساسيه اللقاء ومباراه جماهيريه فوق ذلك ايوه لكن ان شاء الله باذن الله ما في حاجه وهي تخرج فنيا ممتعه المباراه ممتعه نعم ان شاء الله وايضا النقل يساهم الحد من الـ 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 الازدحام الجماهيري لهذه المباراه الكل طبعا يبغى يحضر ويشاهد المباراة لكن إن شاء الله تلفزيون حضرموت ينقل المباراة وتكون تخفيف نوعا ما من الازدحام الجماهيري سعدنا أبوك أبو أحمد حياك الله بطولة كأس حضرموت شكرا جزيلا نورت شرفت حياك مشاهدي الكرام نروح فاصل ونختم حلقتنا بإذن الله تعالى عدنا لكم مشاهدي الكرام في آخر محطة من محطات الحلقة الأولى من كأس حضرموت البرنامج الرياضي الذي سيرافقكم طيلة مشوار البطولة إلى نهايتها بمشيئة الله تعالى في الختام ننقل مناشدة الجماهير الرياضية في الساحل وفي الوادي بأهمية تواجد أستاذ رياضي دولي في مدينة المكلا طالت الوعود في ذلك سنوات طويلة وحضرموت وتحديدا الساحل موعود بإقامة أو بتشييد أستاذ رياضي يحوي الجماهير الغفيرة هذه الجماهير التي تكتسي بها مدرجات ملعب بارادم هي قليلة من خلال الحضور والتواجد هناك كثير من الجماهير تحرم من الحضور والمتابعة للمباريات في بارادم بحكم السعة القليلة لهذا الملعب حضرموت بتاريخها الرياضي الكبير والرياضي المشهور وثقلها في كل شيء يجب أن يكون لها أستاذ رياضي نناشد الأستاذ المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي الذي نرى فيه روح حماسية للرياضة ونتمنى إن شاء الله أن يضع في أولوياته أن يفعل مشروع الأستاذ الرياضي في المكلا أيضا الأستاذ الرياضي في سيئون بحاجة إلى إنارة بحاجة إلى كراسي بحاجة إلى أن يكون دوليا بالاسم والفعل هو الآن دولي بالاسم بالتواجد المدرجات اسمنتية لا يوجد كراسي للمدرجات في أستاذ يقال عنه أستاذ دولي نتمنى أيضا أن تلتفت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ نايف البكري وزير الشباب والرياضة إلى حضرموت
وإلى ساحل حضرموت وإلى وادي حضرموت. نتمنى إن شاء الله على قيادات الدولة أيضا أن تنظر إلى حضرموت، حضرموت السلام والأمن والأمان، حضرموت التي تظهر بهذه الصورة الجميلة، هذه الجماهير الشغوفة للرياضة في ظل الأوضاع المأساوية التي تعيشها أغلب المحافظات، تظهر حضرموت بروح السلام والمحبة. ويجب على الدولة ويجب على أبناء حضرموت في مركز القرار وفي قيادة الدولة أن تهتم بالملاعب. رسالة الجمهور الرياضي في حضرموت ساحلا وواديا الاهتمام بالبنى التحتية وخاصة الاستادات الرياضية الدولية. محافظات لديها استادات رياضية دولية وليس لديها تاريخ رياضي بحجم تاريخ محافظة حضرموت. حضرموت والسلام.